تشهد الساحة السياسية في تونس تطوراً متسارعاً، من أبرز سماته كثرة الأحزاب السياسية التي وصلت إلى حد اللحظة إلى 219 حزباً قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية بأسابيع، ولعل العدد قابل للارتفاع. موقع إيرم نيوز استطلع آراء التونسيين ومواقفهم من كثرة الأحزاب بالبلاد. 219 حزب ومازالوا حلوا سود وجه كل فحام. الأحزاب هذه أنا أتحداهم إذا كان فيهم واحد عنده بيت كار، يستحيل 20 هكا يعملوا أربعة من الناس حزب وطول ديراكت شيء مأهول. مازال الأبكم ما عملش حزب، الأبكم برك مازال الأبكم ما عملش حزب، وباقي لهذا 219 من هنا الانتخابات تطول لل 700. 219 حزب هذه تعرف من ناشئة من حشق التهويل الهمجية تسميها كما تحب أنت، يعني يردوا المواطن يهبلوا المواطن وبركهم. شو مديروا سادة؟ كثرت الأحزاب ما جابونا حد شيء، مرينا حد شيء، التعليم مشى، الصحة مشت، كل شيء مشى. هو 60 حزب فيه 60 حزب اللي هو قرآن كلام الله، كثروا علينا الأحزاب ومع الناس عارفين وين نمشوا، وتونس يحبوا يدخلوها في حيط، وإن شاء الله من يقهر تونس ربي يقهروا. ثم دول متقدمة وخير منا ولبس عليهم، عندهم أربع حزب برك، عندهم حزبين برك، هي أمريكا مثلا حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وانتهى الأمر. وتتسابق الأحزاب والشخصية السياسية في تونس مع اقتراب الانتخابات إلى جذب الناخب لبرامجها، فيما تدفع كثرة الأحزاب التونسيين إلى اليأس من التغيير وفقدان الثقة في الطبقة السياسية بالبلاد. أربع من الناس والشعب مش عطيه ثقة، تجيب له 3000 واحد منين جات هذه؟ ما عادش ثقة، ما عادش نجم تعطي ثقة لحتى حزب بكل حاجات. نقول لك المغرب يفقد ثقته 200% مش 100%، هذا ما أنا نقول لك. أيوه نفقد الثقة، ما عندي ثقة في حد. تعرفش يقولوا إذا كنت خلت عليك لدين عليك بدينك، وإحنا ما لقينا حتى دين يصلح، فهمت اللغة ولا ليه؟ ملقينا عاد يصلح كلها وأود زيفة، كلها ناس تقضي في مصالحها. عمري ما كانت عندي ثقة في الحزب هذوما، خاطر كل حزب معناه يحب روحه، كل حزب يحبه ويجيله لاني كل شيء. يقرب تقرب الانتخابات كلها تولي تمشي لك البلايص معناه المهجورة وكل شيء باش تنتخبهم العباد، بعد تنتخبهم العباد ما عادش ما تراهمش معناه، تراهم كيف المرسيدس بتاع الدين معناه. يتشتت وما يفهم حتى شيء موت، ويولي معناه يتوجه للأحزاب اللي ديجا قاعدة في السلطة اللي هي معروفة على الساحة، فهمني؟ هذا ما يخدم كان ديما حركة النهضة. ووفق عدد من المحللين لم يعد التونسيون ينظرون إلى تعدد الأحزاب بنظرة إيجابية كما كانوا عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وباتوا يشتكون من رتابة المشهد السياسي.